كيف بعض الأهل بياخدوا أولادهم على المدارس، كيف بيتنقلوا على الطرقات أولادهم معهم بطريقة أنه عم بيعرضوا حياتهم وحياة أولادهم للموت كل دقيقة. نفهم يمكن أنه الإمكانات المادية والفقر والتعتير وكل هذا الموضوع يمكن بيحتم عليهم هالشيء، بس كمان إذا هني عم بيقدموا على هذا الشيء مجبورين، نحن كدولة وين انه مغمضين عيوننا ومش شايفين هودي الناس كيف عم بيتحركوا؟ خلينا نشوف نحن وياكم بالصور كل يوم على طرقاتنا كيف في ناس عم بيتنقلوا مع اطفالهم على وبياخذوا اولادهم على المدرسه على الطرقات. خلينا نشوف. لما تشوف بعينك بيبطل فيك ما تصدق. نعم، هيدي المشاهد اللي رصدها فريق عمل وحش الشاشة من قدام إحدى المدارس. نعم، هيك الأهالي بياخدوا أولادهم على البيت، والولاد معرضين بأي لحظة لخطر كبير. هيدي المشاهد اللي عم تتكرر كل يوم وبتصادفنا على كل الطرقات اللبنانية، ورغم كل التحذيرات والمناشدات ورغم الحوادث، فالج لتعالج والحامي الله.